اوبا هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دييغو. هالفقره هذه اللي بكورونا ما قمت اصور وايد بسبب الكورونا، اللي هي شنو راح البس موجود في القناه عندي بالقوائم، مثل ما قاعد تشوفون قاعد يطلع لكم على الشاشه. اي قطعه احطها اختار ما بين ثنتين وخليها تكون مفتاح اللبس. شنو تقدرون تستفيدون من هالفقرة هذه؟ إن دائما تحطوا لكم قطعة تكون إيه الأساس أو المفتاح حق اللبس، عساس تقدرون تركبون عليها باجي الأغراض. أوكي، منو عندي هني؟ أوكي، عبالي أحد من كلابي الصغار. على العموم هالمرة ما راح أقدر إني أسوي تصويت لضيق الوقت. عندي مناسبة بحضرها، فأنا اخترت مفتاح اللبس. مثل ما قاعد تشوفونه قاعد يطلع على الشاشة، هذا مفتاحنا حق اللبس. راح أحاول إني أركب عليه قطع، وأنتوا تقدرون تستفيدون إن شلون نقدر نركب على القطعة، شلون نقدر نحط بعض الأغراض، شلون نخليها حلوة حق منظر العين. وفوق كل هذا، الأهم من كل شيء إنه لازم نعرف إن كل واحد وطريقته وستايله. يمكن ستايله يعجب البعض، يمكن كم فكرة أسويها من ناحية الستايل تفيد الغير بالتنسيق والتنظيم. خلوني أبلش، لأن اليوم راح يكون أول مرة أربط شعري من بعد فترة عناء. خلنا نشوف شو راح يطلع اللوك بالنهاية إذا جاهزين. بس قبلها خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، سو راح اوريكم المفتاح. ما علي، نسيت اشحن الاوزمو، فراح تلاحظوا شوي الكاميرا تهزهز. المفتاح اللي انا اخترته حق اللبس الا وهو هذه القطعه. القميص هذا طبعته وايد صيفيه، بس صيفيه ليليه مثل ما تشوفونه يبتعد الاضاءه، فراح يكون هو مفتاح اللبس. أدري إنه وايد زحمة القميص، بس أحس راح يطلع وايد حلو، فما بيروح صوب السادة بما إنه شوي المناسبة فرايحية اليوم. فهذه القطعة الأولى اللي راح ألبسها. خلوني أشوف شو راح أدخل عليها بنطرون. تتوقعون أي لون؟ قسم البنطرونات عندي اللي هو هني، طبعا أقدر أدخل عليها نظام بنطرون جينز، مو مشكلة أدخل عليها أسود، لأن ما أفضل إني أدخل لون ثاني. يعني اذا بطلع فيها ابي شيء يصير اوفر فلاشي، يمكن ادخل عليها واحد من الملونين هني اللي قارب الوانها، يعني مثلا الكركمي هذا او غيره. بس انا كمحمد، او هذا الزيتي مثلا، راح يطلع وايد حلو معاها. او انا افضل بصراحه اني حق هاللبس هذا ادخل اللون الاسود. يعني عندي اكثر من بنطرون اسود مثل ما تشوفون معي، بس ابي بنطرون شوي يكون، يعني هذا حلوه قصته معه. رادين هابين بموضوع البنطرونات الواسعة من تحت حاليا، نظام الفنتج الريترو، بس أفضل يس. راح أدخل معاها القطعة اللي هو هذا البنطرون الكلاسيك الأسود اللي يصير من فوق هاي ويست. في ناس وايد ما تتقبل موضوع الهاي ويست، إنه يقولون موضوع الهاي ويست صار وايد قديم، نزل بنطرون، نزل 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 البنطرون. يا جماعة، الهاي ويست اصلا حق الجسم يحلي، واساسا يمنع سالفه الزغاديد اللي تطلع على الجنب من عند الخصر. فصراحه راح البس الهاي ويست مع هذا الاسود، راح تشوفونه باللبس. اوكي جايز، سو انا ما ابي اللبس يصير وايد زحمه، لان اساسا بروح القطعه. هلو مينا حبيبتي، اذا حابين تشوفون مينو لما ولدت فيديوها موجود في قناتي مثل ما يطلع لكم على الشاشه. روحوا شوفوها شنو يابت بابيز غنونو. ايوه يا جماعه، مثل ما كتبتوا بالكومنت ودكم تشوفون مراحل تطور البابي، راح اظل اصور لكم اياه لمده 3 اشهر، وكل يوم بيومه او كل يومين وترك او كل 3 ايام كل ما يصير في تغيير. ترقبوا الفيديو. عموم راح ادخل شوز، ابي ادخل شوز رسمي صراحه مع اللبس، احس وايد راح يطلع حلو. علوش هني ليش؟ لا استغفر الله، راح ينقطون بالزباله. خلاص تم، مع السلامه. عموما يعني شوفوا الزيتي راح يطلع وايد حلو مع اللبس، احس وايد راح يطلع نار معه. بس مثل ما قلت، وايد
وايد في تشير والوان. انتوا لو مكاني شو راح تلبسون الشوز معه؟ انا الصراحة ابي هالقطعة هذه هي اللي تبرز، فراح ادخل معاها شوز اسود سادة. يعني افضل ان انت قاعد طالعني، انت قاعد تطالعني. شوفوا يا جماعة، مو راح يصير حلو معه؟ ايش رايكم؟ احس وايد راح يطلع جميل مع اللبس. احس هذا هو المنشود، احس راح يطلع فخم معه. نعتمدك، بس اعتمدتك. الحين راح يجي صوب الاكسسوارز اللي هما ساعة احتاج واحتاج سوارة واحدة. هم راح اروح صوب السادة، راح اخذ هذه، احس وايد راح تركب مع اللبس، راح تصير وايد مرتبة. لاحظوها، جلد سادة. يعني في ناس الحين يركبون الذهبي كله مع اكسسوارات ذهبية، وفي ناس العكس، السيلفر مع السيلفر. تقدرون تسوون ميكس اند ماتش السيلفر والذهبي. الذهبي طبعا انا على الامبرويدري اللي صاير على الشوز من برا مخيط بذهبي، فما راح يعني يخرب علي الستايل. الساعة خل افاجئكم باللبس، شوفوا اي ساعة لبست. اعتقد اللبس راح ترهم وتركب معاه نظارة فريم. فريم شنو اقصد؟ اللي انا ملوتي هذول، شوفوا اللي ما فيهم زجاج، اللي البسهم مجرد حق شكل، احس وايد يطلعون حلوين معه. سو اي واحدة بالضبط؟ اي واحدة، احس هذه وايد حلوة راح تطلع مع اللبس. شوفوها، احس راح تطلع مرتبة مع اللبس، بما ان المناسبة ما فيها شمس فماكو نظارة شمسية. يس، اوكي جايز، اللبس كامل جاهز، ما في جنطة لان المناسبة داخلية وراح تكون عندي في المنزل. متجمعين عندي، مش فيني محمد قاعد قطع عربي مع عمي. عموما خلوني اخذ شاور واسوي شعري، والصور اذا خلصنا وراح تلقونهم على انستغرامي اللي موجود تحت في رابط الوصف، وهم يطلع لكم على الشاشة وانا اسوي مونتاج. صراحة متحمس حق اللبس، انا اول مرة بربط شعري، خلينا نشوف شو راح تطلع النتيجة. اوكي جايز، جاهزين للريفيل؟ يلا. هذا هو اللوك. ربطنا الشعر يا جماعة، صدقني حاط شوية جل اساس يمسك، لان للحين ما اقدر اخليه يلم، لكن هذا اللوك ككل. لو تلاحظون شلون الاغراض كلها ركبت مع بعض، احس صار وايد شكله ارتب. حسيت موضوع الخصة اللي نازلة هذه بروحها نايس، اي لافد ات. خليني اقرب لكم شويات. القميص وايد نظامه تروبيكال، حبيته. الشعر من ورا وايد مرتب، حطيت حتى هني عندي قطعة ايرينج من فوق، هذه بس كذي تركيب، وانا اساسا هني البس بين فترة وفترة، بس من غير جنطة ولا شيء لانه حق مناسبة. مثل ما تشوفون الهارنس، خلوني احول على المنظرة الثانية. اوكي جايز، سو مثل ما تشوفون هذا اللوك، يختلف هني عن هناك، نو بروبلم. اول مره البس هالقميص هذا، حبيته، اي لافد ات. انتوا ايش رايكم فيه؟ اي لافد ات. عموما ما في تصوير خارجي، تدرون اوضاع كورونا وغيره، وفوق هذا مناسبتي انا اساسا بالبيت، فليش اطلع لي برا؟ راح اصور صور واستوديو. خليكم معي، شوفوا الكواليس ونرجع. اوكي جايز، اذا حابين تشوفون الصور وين راح تلقونهم، راح تلقونهم على انستغرامي اللي دائما يطلع على الفيديو، دائما كل ما احطه بدايه الفيديو غيره ونهايته، عموما موجود تحت في رابط الوصف. لا تنسون تعطونا لايك يا جماعه، سبسكرايب، وتفعلون الجرس اساس يوصل لكم كل محتوى جديد. وشنو بعد اقدر اقول لكم؟ اكونتاتي مثل ما قاعد يطلعوا لكم هني، حياكم، تنوروني. شكرا لصاحب او صاحبه التعليق اللي قاعد يطلع على الشاشه، ثانك يو سو ماتش على الكلام الطيب. الصور اذا حابين تشوفونهم راح تلقونهم وين؟ على، خلينا ننزل شوي لاني مثبت الكاميرا، راح تلقونهم على انستغرامي. ايش رايكم باللوك؟ يب، يس، وايد 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 مستعيل، فلازم اخلص اساس انه اجابل العيد ميلاد، عيد ميلاد فواوي. يس،
من زمان ما كشخت من زمان، واللي مخليني سعيد اكثر شيء اني قدرت اربط شعري لاني خايف من بدايه الفيديو اني انا مو قادر اربطه. يب، كان معكم محمد دييغو، ماتش لاف اند ريسبكت، وهذه بوسه لكم. شو باباي باباي باباي. شو 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 باي.